بابا انا فكرت في الكلام اللي انت قلته لي. عندك حق، انا خلاص خدت القرار ولازم اتطلق. انا مش هينفع اكمل مع يوسف بعد اللي عمله فيا. للاسف فين العقل يا بنتي؟ بعد ما ضربك واهانك واذاك وشك فيكي وما اكتفاش بكده، ده كمان بلغ عنك البوليس. ما ينفعش تعيشي معاه تاني. انا عارف يا حبيبتي ان ده قرار صعب جدا، خاصة ان انت حبيتي من قلبك بجد، بس للاسف هو ما سابلكيش اي خيار تاني. لا ما سابليش. كنت فاكرة هيجي يجري عليا ويلحقني يقف جنبي. اتاري هو اللي مبلغ عني. شفت انا قابله ازاي؟ كان عايز يحبسني. حبيبتي اللي زي ده ما يبكيش عليه، اللي ما يسترش ظهرك وعرضك ويكشفه بالشكل ده ما ينفعش يشوف وشك تاني. فاهماني؟ فاهمك. واحنا جبنا الاكل ده عشان نتفرج عليه ولا هناكل ولا ايه بالظبط؟